وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا خلاص يمكن اظن تخليه تكلمنا فيها يوم يومين بالكثير واقول لك ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب. قول يا سيدي. احنا بس في المره اللي فاتت اتكلمنا عن التخليه. في سؤال هو طبعا انا محتاج برضه اؤكد لك ان انا احلتك على مواد. انا عارف انه يعني التخليه تحتاج اكتر من كده بس نعم. انا مضطر بس عشان الجلسات وقتها ديه فاضطرينا كده نختزلها، انما ان شاء الله المواد اللي انا احلتك عليها احنا ممكن نجمعها كلها في اخر يوم يعني بمناسبه العيد ندي كل المواد دي ان شاء الله اللي محتاجها. قول لي هل التخليه ممكن نعملها بدون ما نواجه الناس؟ يعني مواجهه الناس صعبه جدا، هل ممكن نعملها بيني وبين نفسي؟ طيب هو في ناس بيقولوا الكلام ده، يعني هو انا ممكن اعمل التخليه من غير ما اواجه الناس بشرط. بشرط ايه؟ ان انا لما اواجههم ما بيبقاش في نفسي حاجه، يعني ما ينفعش ادعي ان انا ما فيش في نفسي شيء وخلاص تجاوزت الامر اروح شايفك بعد يومين تزعلني في حاجه اروح مطلع كل الملفات السابقه. امال ايه اللي انا تجاوزته؟ طيب وكثير من الناس ما يستدعي القصة المشهورة، عارف بتاع يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، نعم. فراح الصحابي عنده بيت عنده 3 أيام وفي الآخر ما شافش عنده زيادة صلاة أو صوم، ففي الآخر قال له أنا كلما تقلبت على الفراش دعوت الله أن يزيل ما في قلبي، فقال له تلك هي والله لا نطيقها. بقول له ممتاز، لو وصلتوا للمرحلة دي أنتم مش محتاجين المادة دي كلها على بعضها. طيب فالمهم أنك تعرف أنه لو أنت أمكنك ذلك ممكن، لكن من خبرتي مع الناس المواجهة أولى. ليه؟ المواجهة معناها إن أنا زي ما أخفيت نفسي عنك من حق نفسي عليك إن أنا أوريها لك، زي ما خليت نفسي يداس عليها من حق نفسي عليا إن أنا أخليها تواجه وتقول أنا اللي في يوم من الأيام كنت منزعجة، أنا اللي في يوم من الأيام اداس عليا، أنا اللي نفقتكم في يوم من الأيام، ده من حق نفسي عليا. ولذلك أنا أحيانا بقول للزوجات مثلا في نفسك شيء على جوزك بص كده في وشه، ما تروحيش تكتبيها بقى وترميها في وتحرقيها زي ما بيعملوا بتوع التنميه البشريه، قال اكتب اللي عندك واحرقه خلاص. لا لا، بص في وشه كده وقولي له بص انا في نفسي عليك شيء، انت مقصر في حقي، لو سالني الله عنك ساقول انك لست خيركم خيركم لاهله. بكل بساطه مباشره كده. طبعا طبعا، لانه ده في نفسك، والرجل القوام سيحتمل هذا. هو المفروض يحتمل الكلام ده. نفس الشيء ام لعيالها تواجههم وش يعني تحط عينها في عينيهم وتقول لهم انا شايفه ان كنتوا تعبيني، انا نفسي ابقى راضي عنكم بس والله انا بستصعب الرضا ده لان انتوا مش عاملين اللي عليكم. ويا ما شفت حالات لاولاد 13 14 سنه لما الام تخرج ما في نفسها في العياده يبص عليها كده ويروح حضنها لانه اول مره يشوف الضعف ده. هو ما بيشوفش الا الزعيق والمش عارف ايه فالمواجهه طبعا المواجهه بتعود الانسان مهارات التعبير الابانه المواجهه، انما حته ان انا اكتب واعمل وشعر وروايه وارمي همومي على شط البحر انا ارى انه الكلام ده لا يفلح كثيرا. طب دكتور احنا تناولنا التخليه، نعم، لو نتكلم شويه عن التحليه. احنا قلنا انه بعد ما اخلي تلقائيا بين قوسين وعاء النفس هيفضى. طب اعمل ايه لو خليته فاضي هيحصل له ايه؟ انت قول لي هيحصل له ايه؟ أنا أي حاجة ممكن تدخل فيه هيرجع يتراكم تاني بكراكيب. نعم. يبقى لازم مباشرة أروح ملي، لكن هنا في شرط مهم جدا، أن أملأه بما أحتاج لا ما أشتهي. يعني إيه؟ هو أنا بعد كل اللي إحنا قلناه في الجلسات ألم يتورد على خاطرك هو قد إيه في معلومات كان الواحد لازم يتعلمها وما كانش متعلمها؟ هو ده اللي أنا بحتاجه. إنما ما ينفعش بعد ما يعني أخلي ما في نفسي من الشوائب والكراكيب اللي جواها والكلاكيع أروح بقى حاطط فيها إيه؟ روايات، تفاهات، كلام فاضي، ضياع وقت، كلاكيع تانية. كلاكيع تانية. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا محتاج إن أنا أن أتعلم ما أحتاج. أحدهم جاء إلى مالك بن نبي، عذرا، إلى الإمام مالك، فقال له يعني طلب النصيحة في طلب العلم. قال له انظر فيما يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي فالزمه. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنقرا حاجات كثيره لا تلزمنا، والحاجات اللي تلزمنا ما بنعرفهاش. ولذلك بالمناسبه افتكرت برضو حاجه، احد التابعين كان ياتي الى عائشه رضي الله عنها يتعلم منها، فمره قالت له يا بني هل عملت بعد بما تعلمت مني؟ فقال لها لا والله يا امه، بصراحه لا، انا بجمع بس وخلاص. قالت له يا بني فلما تكثر حجج الله علينا وعليك؟ يا الله، لانه انت تلقيت الحاجه دي يبقى لازم مباشره تخرج وتحوله الى عمل. طيب
ايه نصيحتي في التحليه باختصار؟ اولا العلم النافع والعمل الصالح. يعني ايه؟ ابحث عن العلم الذي ينفعك. ايه بقى العلم الذي ينفعك؟ اعرف ربنا اولا، الله انا الاخر. اعرف ربنا اولا، اعرف نفسك ثانيا، اتعلم مهارات التعامل مع الاخرين ثالثا. طيب الكلام ده فيه تفصيل. يعني انا والله يا دكتور اكتشفت ان انا مثلا ما اعرفش حاجات كثيره متعلقه مثلا باركان الصلاه، يبقى من النهارده الواجب انك تروح تقرا صفه صلاه النبي، من النهارده تقرا فقه للطهاره. فاكر اللي قلت لك انها كادت ان تفقد دينها عشان بس المسح على الجوربين؟ فاكر المثال ده؟ يبقى انا عليا ان انا اتعلم اصول معينه. احنا في موضه الشباب النهارده، يا اخي شيوخ الحيض والنفاس. طب بالله عليك هل تعلم الحيض والنفاس احكامها ايه وانت جاي تسخر من المشايخ دول؟ بقت موضه عندنا لا يعجبنا الا الشيخ اللي يكلمني في فيزياء الكم ونظريه داروين. يا عم العب بعيد، يا عم يا عم تعلم اصول دينك وبعدين بقى ورينا شطارتك في الملفات الثانيه. فعليك ان تتعلم اولا ما تحتاجه في الحياه اليوميه. انت مثلا بتشتغل في مهنه معينه، هل تعلم ما ينبغي ان تعلمه من الشريعه في مهنتك؟ انت مثلا بتشتغل في الاعلام، هل تعلم ما الذي يحرم ويحل في ماده الاعلام؟ اتعلم ده الاول. طيب ولذلك انا علشان يعني اهون على الناس يعني تفاصيل كثيره، عملنا حاجة اسمها مذكرة مكاني. مذكرة مكاني هي عبارة عن فقه اليوم والليلة من منظور فقه النفس، من منظور المادة بتاعتنا، اللي هي ايه؟ في خمس حاجات لا ينبغي ان يمر اليوم من غيرها. ايه؟ اولا الصلاة على وقتها. جميل. اثنين صلاة الضحى، عذرا يعني بالترتيب كده، ركعتا الفجر. ثلاثة ركعتا الضحى. جميل. أربعة الورد اليومي. خمسة ركعة الوتر. فين القرآن؟ تاني الورد اليومي. تمام. الصلاة على وقتها. الورد اليومي سواء أذكار أو لا، الورد اليومي أنا أعني به اللي كانوا بيسمونه الصحابة الحزب. لدرجة أنهم كان من نام عن حزبه قضاه تاني يوم. قضاء تصور. يعني كان يعتبر قراءة القرآن ده وكأنه فرض. الصلاة على وقتها، الفجر ركعتا الفجر اللي هي السنة، ركعتا الضحى، الورد وركعة الوتر. نعم. طيب دي فيما يتعلق بالزاد الروحي. نيجي بقى نحط حاجات تانية ما أسميه العلم الشرعي. لازم يوميا يبقى عندك حصة من القراءة يا سيدي لا تتجاوز نصف ساعة بمسألة شرعية أنت تحتاجها في حياتك اليومية، طهارة، صلاة، أحكام متعلقة بمهنتك ولا في دراستك ولا في أي حاجة، ولا في ملبسك ولا في أي حاجة. اثنين ما أسميه علم الاستخلاف. علم الاستخلاف يعني إيه؟ علم الاستخلاف أنت مستخلف في إيه دلوقتي؟ والله يا دكتور أنا بدرس في الجامعة. أهو علمك ده ينبغي أن تقرأ فيه يوميا ما لا يقل عن ساعة وإلا أثمت. ده في نظري. عشان بس ما تقوليش حلال وحرام. ده في نظري يعني أثمت نفسيا عشان بس أخرج منها. طيب يعني لو أنا طالب في الجامعة مثلا، يبقى لازم تذاكر يوميا بما لا يقل عن ساعة إلى ساعتين، لأنه هو ده الثغر اللي أنت بتسده في خلافته. حتى لو انا في الاجازه، حتى لو في الاجازه اكيد في عندك حاجه تانية تسد فيها ثغر الخلافه. طيب انا فاكر جاتني فتره كده في الجامعه كنت ببقى قاعد في المحاضره وبتخيل في ملك بيستناني بره المحاضره. وانا خارج هيسالني عبد الرحمن يا مستخلف في الارض بقالك 40 دقيقه بتعمل ايه؟ ربنا هيسالك عنها. وهي معديه على الاقل عديها وانت مركز. طيب بقيت بقى من ساعتها اكتب وادون ومش عارف ايه، لانه احساس مختلف. طيب فده علم الاستخلاف. هتقول لي واحده طب دكتور انا ربة بيت، اقول لها يا اهلا يا انعم واكرم، انت بقى كل يوم تخصصي ساعه في القراءه في التربيه. لانه المفروض تبقي انت مرجع بالنسبه لنا، مش انا اللي اقول لك ده، انت اللي لازم تقولي لي ازاي نربي العيال. طب واحد مثلا كنا بنتكلم مثال الاعلام، يبقى يوميا تقرا في اليه الاعلام وماده الاعلام وزاويه الصوره والمش عارف ايه. واحد مثلا مدرس فيزياء يوميا يدرس حاجه جديده في كيفيه ايصال علم الفيزياء بطريقه لطيفه وهكذا. ده علم الاستخلاف. اظن واضح. طيب ثلاثه هتستغل او يعني الرياضه. يوميا ينبغي ان يكون لجسدك حق، وبالتالي لا يقل هذا يا سيدي عن 10 دقائق تنط حبل ولا تجري في مكانك ولا تعمل اي حاجه ولا تمشي في المترو لحد ما توصل.
بس بتعملها بنية الرياضة، إن أنا فاكر جسمي. حتى لو كانت في بيتها ما بتخرجش مثلا، حتى لو أنا بالمناسبة أنا عندي حساسية. أنا بلعب رياضة في البيت. لما كنت في أمريكا الشقة اللي كنا فيها كان السقف واطي يعني فكان الحبل لما بيخبط في السقف، فروحت سايبه وبقيت أنط لوحدي كده. طيب بس أنا والله كإحساس نفسي أشعر بأنه في حاجة اختلفت، لأن أنا بقول لجسمي أن أنا فاكرك. طيب أربعة، الترويح. أنا عامله فرض. ترويح فرض، روح القلوب. ترويح طيب. إزاي بمعنى إيه؟ أنك تعمل حاجة تنفس فيها عن نفسك. قد تكون مشوار، قد تكون الرياضة نفسها، قد تكون أنك تروح مكان تشرب عصير، اسمع موسيقى، قد تكون أنا دائما أضيف حاجة، أي حاجة ترويحية تعملها بشرط أن لا تفسد عليك ما بنيته. أنا حامل ترويح بقى، إيه بقى؟ ستاند أب كوميدي نص ساعة مليء بالكلام البذيء. الله، يبقى أنت عملت إيه كده؟ يبقى أنت عبيت شوية من هنا ورحت يعني مطلع بالضبط. طيب فالمهم في الترويح، البعض يقول لي طب يا دكتور ممكن الترويح يبقى الورد اليومي؟ أقول له يعني بالله عليك سيبنا من الخيالية دي شوية وخلينا في ترويح بجد. يعني خلي الورد اليومي لوحده، وعايزك تروح عن نفسك بجد في حاجة تانية مهمتها الترويح، لحد ما شاء الله عليك لما تبقى من أولياء الله الصالحين ساعتها نقول لك بقى الورد اليومي هو الترويح بتاعك. إنما ما عدا ذلك ينبغي أن تروح عن نفسك. يبقى آخر حاجة وهي الناحية الاجتماعية. يوميا ينبغي عليك أن تتواصل اجتماعيا بشريا، مش تواصل رقمي، تتكلم مع حد عشان تنمي مهارتك الاجتماعية. حد من أقارب يعني أو ممكن من أصدقاء، أقارب صحبة صالحة، المهم لازم يبقى في حاجة اجتماعية. وطبعا الأقربون أولى بالمعروف لو كانوا موجودين، إنما لو كانوا مش موجودين يبقى الناس اللي حواليك. طيب الزوجة الأولاد، وبالتالي لو أنت مثلا متزوج من حق زوجتك عليك يوميا وأنت جنبها، لو أنت في يعني في نفس البلد قصدي ومقيم معها، إنك تسيب حاجات كتيرة وتقعد معها ما لا يقل عن نصف ساعة إلى الساعة مخصصة لها هي. أولادك مخصص لهم هم نص ساعة إلى الساعة ده يوميا. طب يا دكتور بس أنا بشتغل ومش عارف إيه، صدقني هتندم. حياتي ذلك اليوم التي ستندم على تلك الأوقات اللي أولادك قالوا لك إحنا ما كناش عايزين حصالة فلوس، ما كناش عايزين خزنة في بنك، كنا عايزين أب ياخد ويدي معنا، اللي بيسموه الكواليتي تايم. لو أتقننا ده، أتقننا فقه اليوم والليلة، تفضل نصيحة واحدة أنا عارف إنها متأخرة في رمضان وكان نفسي أقولها في البداية، لكن يعني بترتيب المادة، أن تتقن ركنا مهما في الصلاة معظم الناس للأسف لا يعرفون أنه ركن أصلا، اللي هو إيه؟ الطمأنينة. اللي هو إيه؟ إحنا كلنا بنسمع عن الطمأنينة بنفتكرها الخشوع، لا، الطمأنينة هي ركن. الرسول فكر حديث المسيء صلاته، اذهب فصلي فإنك لم تصلي، روح لاجا اذهب فصلي فإنك لم تصلي، هو اللي كان نقصه إيه؟ الطمأنينة. الطمأنينة عرفها العلماء بأنك لا تنتقل من ركن إلى ركن حتى تطمئن، اللي هي إيه؟ بمقدار ما يرتد إليك نفسك. يعني إزاي؟ وأنا ما ينفعش أقوم، إنما يعني ما ينفعش تقول الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم. إيه ده يا دكتور؟ أصلا أنا بوسوس في الصلاة. هو أنت صليت أصلا؟ أنت بتجري. هو أنت صليت أصلا؟ الطمأنينة كالتالي، الله أكبر بمقدار ما يرتد إليك نفسك، دي الطمأنينة. بعدين بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفتحة نفس، ركعت نفس، تروح قايل التسبيحة، خلاص تسبيحة نفس، سمع الله لمن حمده. طب ليه كل ده؟ عشان الطمأنينة هتخليك تتعود على مهارة التوقف والزمن، وهتخلي الزمن ياخد حقه، فتروح تتدبر تكبيرة الإحرام وتتدبر ما سيأتي وتتدبر. كثيرة ما سمعتها من حضور الدورات، يا دكتور شكرا على نصيحة الطمأنينة. بقول لهم يا جماعة مش شكرا، دي موجودة في النصوص بس احنا اللي بنعملهاش. لكن بيقولوا لي يا دكتور أثرت في صلاتنا وأثرت في ما بعد الصلاة. ولذلك من الحاجات اللي أنا بنصح بيها مش بس الطمأنينة، بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، بالله عليك ما تقومش بسرعة، ما تكلمش اللي جنبك بسرعة، اهدأ شوية. ادي نفسك شوية من الوقت عشان تستوعب كل اللي حصل. بكده بس احنا التحليه قلنا ان تحلي نفسك بما تحتاج لما تشتهي، تمام، فبلاش حكايه الافلام والروايات والمش عارف ايه، خلوها دي بعدين. طيب قلنا الصلاه على وقتها، ركعتي الفجر، ركعتي الضحى، الورد اليومي، ركعه الوتر، نعم. ده اقل قليل.
وبالمناسبة ده حيقضي على وهم الكمال. يعني انت لو عملتهم ده انت في اعلى عليين، بس اعمل لي دول فبلاش وهم الكمال. طيب اثنين، علم الشرعي، علم الاستخلاف، الرياضة، الترويح، الحياة الاجتماعية. وعليكم بالطمأنينة في الصلاة، وأظن بهذا نكون قد سلمنا رمضان إن شاء الله قابلا متقبلا منا. يفضل بس أظن الجلسة الأخيرة يمكن هتبقى آخر جلسة إن شاء الله، وساعتها يمكن لعلنا نختصر كل ما مضى ونجزه كهدية كده يعني معايدة. طيب توكلنا على الله، نلتقي بكرة إن شاء الله. أهلا وسهلا.